او اسمه التاني كورتيكو بالبر. واضح كده يا دكاتره؟ يبقى تاني انا عايز اعمل فولانتري موتور اكتيفيتي، يا اما هعملها بالاكستريمتيز بتاعتي يعني كرافت اسمه كورتيكو سباين، يا اما هعملها بالكرينيال نيرفز فهيجي تراكت عندي اسمه كورتيكو بالبر. الحاجات دي فولانتري موتور اكتيفيتي، حركه اراديه بعملها انا بارادتي، ماشي؟ طب نيجي على سيستم تاني اسمه اكسترا بيراميدال سيستم. زي ما قلت لك ده عباره عن حركات لا اراديه اسوشيتد موفمنت، مش بعملها بارادتي، ماشي؟ طيب تعالى بقى نشوف كده البيراميدال تراك ده، الحركه الاراديه اللي انا بعملها دي بتمشي باث واي شكله ايه؟ قال لك اولا طول الحركات الاراديه دي هيطلع من البرايمري موتور اريا، هي اسمها موتور اريا 4، حلوه قوي. وتلت الحركات الثاني هيبقى متخزن في اريا 6، هي اريا 6 دي كان اسمها ايه؟ بري جامعه موتور اريا، صح؟ اللي هي ايه؟ اللي متخزن فيها البروجرام بتاع الموفمنت. يبقى انا عشان امشي هل يكفي ان انا امشي ان انا ارسل نيرف امبلس من اول موتور اريا 4 لحد العضله دي ولا اخد تراك؟ طب انا كده ما مشيتش، لازم يكون في ميكانيزم للمشي ده، صح؟ يبقى موتور اريا 4 بينزل منها تلت الفايبرز، وموتور اريا 6 ينزل منها تلت الفايبر الثاني. طيب تالت حاجه، ودي حاجه غريبه قوي، ان البيراميدال تراكت ده بياخد تلت الفايبرز الثالث بتاعه من الاريا اللي في البوست سنترال جايروس دي، اسمها ايه بقى؟ برايمري سنسوري اريا جدع، اللي هي ارقامها 3 1 و2. طب ازاي؟ قال لك انا اي موتور اكتيفيتي انا ما اقدرش اكونترول الموتور اكتيفيتي غير لما اخد سنسوري امبلس. يعني على سبيل المثال انا دلوقتي جاي امشي، ماشي؟ البرين بتاعي ادى اوردر للعضلات بتاعت اللور ليب بتاعتي هي تنزل على الارض كده، نزلت على الارض. ايه اللي عرف البيراميدال تراكت بتاعي ان الحركه دي خلصت؟ ان الحركه اللي انا وصلت على الارض دي الحركه خلصت ومفروض ان انا ارفع رجلي التانية عشان امشي، صح؟ ايه اللي عرفه؟ ان رجع فايبرز سنسوري فايبرز وصلت لحد اريا 3 1 و2 وقالت يا اريا 3 1 و2 انا ايه؟ انا خلصت الموفمنت الاولانيه فابدأي في حركه اللور ليب التاني، فاهمين؟ عشان كده الناس الشاطره قوي، تعرفوا يا ولاد الناس اللي مثلا واحد عنده ربنا يعافينا تيبس دورسالس ده ديزيز كده اسمه سيتلس، يجي يدمر خطوط السيوشن، بيدمر البوستيريور كولن بتاع العيان، يعني بيعمل العيان سنسوري لوس، العيان ما عندوش سنسيشن. بس هل موتور اريا 4 شغاله؟ اهو شغاله، مفيش مشكله. العيان ده لما بيجي يمشي تعرفوا بيمشي ازاي؟ بيمشي كده. ليه بقى يا ترى بيمشي كده؟ عشان مش حاسس ان هي توصل، مش حاسس. برافو عليك، عشان مش حاسس بالارض. طب وليه بيرزع كده؟ برافو عليكم ممتازين، عشان يعوض احساس السنسيشن. هو دلوقتي مش حاسس بالارض، يعوض احساس السنسيشن ده بالسمع، يقول لنفسه انا كده سمعت ان رجلي وصلت الارض، يبقى ابدا الحركه اللي بعدها. عشان كده بيقول لك سبحان الله السيفلس ده سيكشوالي ترانسميتد ديسيز، ده واحد كان بيعمل حاجات مش كويسه وبيتسلل ليلا وبيعمل، ربنا ضرب له البوستيريور كولن عقابا ليه، فبقى يمشي الهاي ستيبل جيت دي اللي الناس كلها تسمعه وهو ماشي وهكذا، ماشي؟ انا قصدي ان السنسوري، ان السنسيشن دي حاجه مهمه جدا علشان الكونتينيو الموتور اكتيفيتي، ماشي الكلام؟ حد جرب قبل كده يبقى عنده مثلا كانز مثلا او حاجه يعني حاجه مصمطه معتمه كده ويجي يمسكها وهو فاكرها مليانه وبعدين يفاجئ ان هي فاضيه وهو بيرفعها، ايه اللي بيحصل؟ جربت الحاجات دي قبل كده؟ برافو عليك، جبت فلتر لفوق كده ليه؟ البريك بتاعه، البريك بتاعه متجهز ان هو هيشيل كميه، فاهمين الفكره؟ كميه كذا كذا، شوفوا سبحان الله بيتجهز ان هو هيشيل كميه ميه قد كده. فبعدين الماسل تون جاي ادجستد، ان انا كميه الميه اللي انا هشيلها دي محتاجه كونتراكشن 3 4 فايبرز. لما ال 3 4 فايبرز
كانوا يشيلوا الكوبايه وفجاه معلومه ثانيه مختلفه ايدي مش متحضرانه، فاهمين؟ يبقى السنسيشن دي حاجه رابطه قويه للدكتور. تعرف ايه؟ مش انتوا ربطتوا في الامتحان؟ اسمعوا بقى المره دلوقتي. يبقى السنسيشن انت عمرك ما هتنسى، خلي بالك البرنامج ده التراك ده بيجي سؤال على بعضه كده لغم في الامتحان، ماشي الكلام؟ يبقى عمري ما هنسى ابدا ان البرنامج التراك بيخرج من ثلاث اماكن. ايه اللي يفوتي اللي انا بدور عليها؟ انا هعمل حركه، صح؟ وايه اللي سنس اللي شايل البروجرام بتاع الموفمنت؟ وضربت لك اكزامبلز كتيره قوي باهميه السنسيشن. يعني ايه ده؟ كان ده واحد اتنين دي في اي حركه، السنسيشن بيظبط اي حركه، ماشي الكلام؟ طيب تعالى بقى قول لي الفايبرز دي بقى وهي ماشيه، ركز معايا، نازله من موتور ايه يكون السريبرال كورتكس وهتنزل لحد السباينال كورد لو انا كورتيكو سباينال، صح؟ او هتنزل لحد الكرينيال نيرف النيوكلياي لو انا كورتيكو بلبر. تعالى شوف كل واحد سكتها بتمشي ازاي. انا اولا الناس الشاطره عشان اوصل للسيريبرال كورتكس وانزل تحت بعمل فاننج كده، بنتشر من كل حته كده في السيريبرال كورتكس، بعمل حاجه اسمها كورونا رادياتا. اسمها ايه يا دكاتره؟ كورونا رادياتا. دي عباره عن ايه؟ الفايبرز اللي جايه من دايركشنز مختلفه في البرين، من موتور اريا 4 ومن اريا 6 ومن 3-1-2 فايبرز من دايركشنز مختلفه. تنزل بعد كده على مكان ضيق قوي، زي ما قلت لك الطلبه دول كلهم لازم يخرجوا من مجرد من حته ضيقه. الحته الضيقه دي كان اسمها ايه؟ حد يقول لي. الانترنال كبسول. برافو عليك. كل الطلبه دول مطلوب منهم الفايبرز دي كلها تخرج من البرين، تعدي من البرين لمكان ضيق قوي اسمه انترنال كبسول. الانترنال كبسول كان كام بارت بقى؟ كان عنده لمب قدام كان اسمه ايه؟ انتيريور لمب وجينوم، صح؟ وبوستيريور لمب. قال لك البيراميدال تراكت الفايبرز اللي فيه اللي اسمها كورتيكو سباينال دي بتعدي في الانتيريور بارت بتاع البوستيريور لمب. يعني ايه؟ يعني لو جالي عيان انا شفت السي تي بتاعه زي ما شفت السي تي المره اللي فاتت ولقيت عند العيان ده غلطه في الانتيريور بارت بتاع البوستيريور لمب، يبقى مين اللي اتضرب؟ البيراميدال تراك. حلو. يبقى انا نزلت من السيريبرال كورتكس على السيريبرال كورتكس، انا واخد اوريجين من مين؟ حد يقول معايا؟ من اريا 4 ومن مين تاني؟ من 3-1-2 جدعه ومن مين؟ ومن 6. تورت الفايبرز تورت الفايبرز تورت الفايبرز. عملت فاننج في البرين كورونا رادياتا. عديت من مكان ضيق قوي اسمه انترنال كبسول، انهي حته؟ الانتيريور بار بتاع البوستيريور ليمبس انترنال كبسول. وبعدين؟ قال لك وبعدين انزل على البرين ستيم. مش ده الترتيب الطبيعي؟ وانا نازل من فوق لتحت. البرين ستيم كام جزء يا دكاتره؟ ثلاث اجزاء. مين هما؟ ميد برين وبونس وميدالو. هنشوف التراكت وهو ماشي، ماشي فين في الميد برين وماشي فين في البونس وماشي فين في الميدالو. قال لك في الميد برين الفايبرز ماشيه قدام عند الجزء اللي قدام ده اللي كان الدراع اللي خارج من الميد برين لفوق اللي كان اسمه ايه؟ كراس سيربرال. اسمه ايه يا دكاتره؟ كراس سيربرال. همشي في الميدل، يعني تكون الميدل بارت يعني بتاع الكراس سيربرال. وبعدين انزل في البونز، امشي في البونز من قدام، البونز من قدام، الجزء اللي في البونز من قدام ده اسمه بيزس بونز، ماشي؟ وبعدين وبعدين اروح عند الميدالو. حد يقول لي بيراميدال تراك لما ينزل في الميدالو يمشي فين؟ في البيراميد ولا في الاوليف ولا في الانفيرو سيربيلر بيراميد؟ بيراميد. ده اسمه بيراميدال تراك. ده البيراميد مستني على اسمه، صح؟ الاليفيشن ده اللي اسمه بيراميد مستني على اسم البيراميدال تراك. يا ولاد بتلغوا في ايه يا حبيبي؟ بتلغوا في ايه؟ انا مش مصدقه بجد. بص بقى، اول ما وصلنا البيراميدال تراك الفايبرز بيحصل لها حاجه غريبه قوي اللي انا قلت لك عليها قبل كده. الفايبرز دي تو كروس تو ذا اوبوزيت سايد. يعني ايه؟ قلت لك الواحد اللي بياخد شومه على دماغه على الرايت سايد او يجيله تيومر على الرايت سايد او يجيله اي حاجه ارتري
يربشر عنده عند الراي سايكل، ايه اللي يحصل له؟ انه جزء في جسمه يحصل له هيميبليجيا الليفت سايد، يبقى لازم الفايبرز بتاعت الكرانك ده التراكت اللي جايه من الرايت سايد تكروس للليفت سايد، والفايبرز اللي جايه من الليفت سايد تكروس للرايت سايد. قال لك هل الفايبرز كلها هتعمل كروسنج؟ لا، 75% من الفايبرز هي اللي هتكروس، وال 25% اللي هو لونه اخضر ده هيمشي على نفس النحو. يبقى 75% من الفايبرز كروس، وايه وال 15% 75 يعني 85 و 75، يبقى 25% من الفايبرز بتمشي على نفس النحو. ماشي الكلام؟ طيب وبعدين؟ قال لك دلوقتي الفايبرز عملت كروسنج، ده مين ده؟ دي المظله انا قاطعاها وشايفه فيها البيراميد اهو، البيراميد الفايبرز ماشيه فيها. التخين ده دي الفايبرز اللي عملت كروسنج ولا اللي ماشيه على السيم سايد؟ اللي عملت كروسنج، برافو. طب واللي ماشيه على السيم سايد دي موجوده، ركز معايا بقى. الفايبرز اللي عملت كروسنج كده وراحت على الناحيه دي، في ايه يا والفايبرز اللي عملت كروسنج وراحت على الناحيه دي تمشي على اللاترال سايد. يعني الفايبرز اللي اسمها كروس بالبيراميدال دي بتعمل تراكت ماشي جوه السباينال كورد على اللاترال سايد. ماشي الكلام؟ فاسمه لاترال كورتيكو سباينال. اسمه ايه ده؟ لاترال كورتيكو سباينال. ليه بقى يا ترى؟ قال لك الفايبرز عملت كروسنج ومشيت على اللاترال سايد، فعملت تراكت ماشي في السباينال كورد اللي ناحيه الناحيه دي، تمام؟ عشان العيانين اللي بيجوا لك عندهم مشاكل في السباينال كورد تعرف تلوكلايز العيان هيشتكي من ايه؟ انه مكان في السباينال كورد بتاعه اللي فيه المشكله. طب وبعدين؟ قال لك الفايبرز اللي ما عملتش كروسنج اللي هم الفايبرز الكتير ولا فايبرز قليله؟ قليله 15 25%، يمشوا على نفس الناحيه ويعملوا حاجه اسمها دايركت بيراميدال. حاجه اسمها ايه يا دكاتره؟ دايركت بيراميدال. يبقى انا عندي حاجتين كروست بيراميدال. الكروست بيراميدال يعمل تراكت على اللاترال سايد، اسمه لاترال كورتيكو سباينال ولا انتيريور كورتيكو سباينال؟ ايه رايك اللي عمل كروسنج وكروسنج؟ لاترال كورتيكو سباينال. طب اللي مشي على نفس الناحيه 15 25% وما عملش كروسنج يمشي قدام في السباينال كورد، يعني حاجه اسمها مانتيريور كورتيكو سباينال. واضح يا ولاد؟ تمام الكلام. قال لك وبعدين؟ قال لك اللاترال كورتيكو سباينال ده يخلص في كل السباينال سيجمنتس. يعني ايه؟ هو دلوقتي عامل كروسنج للناحيه الثانيه، انا محتاج احرك المسلز اوف السبايريشن بتاعتي اللي انا بتنفس بيها دي، صح؟ فبالتالي محتاج اودي نيرفات للثوراسيك نيرفز. وعملت ايه تاني؟ محتاج اودي نيرفات للعضلات اللي هتحرك الابر لمب، ومحتاج اودي نيرفات للعضلات اللي هتحرك اللور لمب واللي هتحرك الترنك. يبقى اللاترال ده يترمينيت في كل السباينال نيرفز، يطلع لي كل السباينال نيرفز دي. واحنا قلنا قبل كده السباينال نيرف ده لما بيطلع بيطلع موتور ولا سنسوري ولا ميكسد؟ ميكسد. برافو عليك. ليه؟ ليه روت من قدام انتيريور روت وروت من ورا بوستيريور روت. البوستيريور روت ده سنسوري ولا موتور؟ سنسوري. برافو. والانتيريور روت ده موتور، صح؟ ويطلع نيرف ميكسد، يعني كل النيرفز دي طالعه فيها موتور فايبرز اقدر اعمل بيها حركات اراديه في كل جسم. ماشي الكلام؟ طب وبعدين؟ واللي نزل على نفس الناحيه، انا فاكر ان انت قلت لنا لما يحصل ليجن في موتور اريا 4، هل انا قلت لك ده الناحيه دي بتشل وقلت لك الرايت سايد بيحصل فيه ويكنس او كده؟ لا، ما جبتش سيرة الموضوع ده خالص، صح؟ طب امال ازاي بقى؟ وفي فايبرز اسمها دايركت بيراميدال ونازله على نفس الناحيه، قال لك الفايبرز دي ايفينشولي هتكروس. يعني هي طول ما هي ماشيه سنه سنه كده بتعدي الميد لاين لحد ما ايه؟ ما تكروس، تخلص تخلص الكروسنج بتاعها في الابر سيرفايكال استراسيك ريجن، تكون كلها عملت كروسنج، فاهمين الفكره؟ يبقى هي عدت من البيراميد اكروس بس ايفينشولي تكروس، تخلص الكروسنج بتاعها زي ما قلت لك في السيرفايكال والايه؟ والابر ثراسيك سيرفايكال. ماشي الكلام؟ قول لي بقى الفايبرز اللي احنا شايفينها دي، هل دي دايركت بيراميدال ولا كروست
الفرنجة، الدايركت الفرنجة اللي هتخلص التراسيك زي ما قلت لك في السيرفايكال والابر تراسيك ريجن. حلو قوي. انا كده بعد سبحان الله التراك ده اقدر احرك اي عضله في التراك بتاعي، بس لسه ما حركتش عضلات الهيبت نيك، صح؟ اخلص احرك عضلات الهيبت نيك ازاي؟ قال لك عن طريق الحاجه اللي اسمها كورتيكو بالبر، او اسمها الثاني كورتيكو نيوكليوس. ده هيعمل ايه ده يا ترى؟ قال لك ده هيخلص في الكرانيال نيرف نيوكليوس. عايزه بقى حد كده يكون بيفكر بعقله كده ويقول لي مين هم الموتو كرانيال نيرف نيوكليوس؟ اول واحد اسمه ايه؟ اول مره والفاكتور، هل ده موتور؟ لا ده مش اللي دي. يبقى هل انا محتاجه اوديله كورتيكو بالبر؟ لا، انا خلاص فاهم، طالما انا فاهم الاورجنايزيشن بتاع الهيومن بارت خلاص خلاص. تاني نيرف ده اسمه ايه؟ اوبتيك اللي بشوف فيه، هل ده موتور؟ يبقى هل يروح لكورتيكو بالبر؟ لا. تالت واحد ممكن الموتور بيعمل ايه؟ بيحرك عينيا. اوكيلو يعني عينيا، موتور يعني بيحرك، صح؟ اوكيلو موتور بيحرك عينيا. هل ده موتور؟ اه ده بيحرك عينيا، يعني لو شل عند العين يحصل عين سكوير، يحصل عند العين حول، صح؟ يبقى لازم اوديله كورتيكو بالبر. يبقى اول واحد هيروح لرقم ثلاثه. حلو جدا. تعالى نكمل. رقم اربعه، اه ده بيحرك حركه عضل في عينيا. رقم خمسه قلت لك التراجينال ده بيعمل ايه؟ شايل الاحساس بتاع الفيس، صح؟ يعني هل ده موتور؟ لا. رقم سته ابديوسن، صح؟ اه ده بيخلي عينيا شطره يحصل لها ابدكشن. يبقى ده محتاج لموتور؟ اه محتاج لموتور. جميل. رقم سبعه فيشيال بيحرك وشي، هل ده موتور؟ اه طبعا بغمض عينيا وبشر على الحاجات دي. يبقى انا محتاج له كورتيكو بالبر. رقم 8 فيستيبيولو كوكلير بتاع السمع والاتزان، هل ده في موتور؟ مش محتاج له. رقم 9 بيحرك لساني والبلع، اه محتاج. رقم 10 اه. رقم 11 اكسسوري، اه محتاج له. رقم 12 الفيجاس بيشارك في عضلات اللاركس، اللاركس اللي انا بتكلم بيها مش الكلام اللي هي الفوكال كورتس الاحبال الصوتيه، بتكلم بارادتي، صح؟ جاي لها الدرج اللي اسمه فيجاس بيحرك الاحبال الصوتيه. 11 اللي اسمه اكسسوري ده بيساعد 10 اللي هو الفيجاس، ماشي الكلام؟ 12 ماشي تحت اللسان، هايبو يعني ايه؟ تحت، لسه يعني ايه؟ لسان. حلو قوي. يبقى دول النرفات اللي انا محتاج لهم كورتيكو بالبر. قال لك تعالى لي بقى، انا كده فهمت هم ماشيين من فوق لتحت ازاي. الاورجن بتاع الكورتيكو بالبر زي الكورتيكو نيوكليير، يعني تلت تلت تلت، تلت منين وتلت منين وتلت منين؟ حد يقول لي. تلت من موتور اريا 4 اللي هي البرايمري موتور اريا، وتلت منين؟ من اريا 6 اللي هي البري موتور، وتلت منين؟ من اريا 3 1 2 اللي هي البرايمري سنسوري. قال لك وبعدين الفايبرز، ركز معايا، هتعمل الاول كورونا رادياتا عادي خالص، وبعدين تنزل في الانترنال كبسول. انهي حته في الانترنال كبسول؟ جينوف. يبقى انا هجيب لك في الكونكريت اقول لك البيراميدال فايبرز ار كلاسيفايد از كورتيكو سباينال اللي بتعدي النقط في الانترنال كبسول، وكورتيكو بالبر اللي بتعدي النقط في الانترنال كبسول. ليه؟ لان بقول لك الضغط قد كده، والانترنال كبسول ده مكان انت شفته في الاشعه مكان ضيق جدا. الضغط جت هنا العيان الشل، الضغط جت هنا العيان بقى مش عارف يبلع، والعيان جالس واقف ومش عارف يحرك لسانه ومش عارف يتكلم. ده عيان وده عيان، صح كده؟ يبقى ده عاديه في الجينوم بتاعت الانترنال كبسول. انما الكورتيكو سباينال في الانتيريور بارت بتاع السيلول. حلو بعد ما عدينا في الجينو بتاع الانترنال كبسول هنمشي في نفس الاماكن. يعني ايه؟ يعني في الميد برين امشي لقدام في الكراستر برايمر. بس ميديال للكورتيكو سباينال، نفسي حد شاطر قوي يقول لي ليه ميديال للكورتيكو سباينال؟ حد يقدر يقترح عليا كده؟ ليه الكورتيكو بالبر ده هيمشي ميديال للكورتيكو سباينال؟ الكورتيكو سباينال ده هنا. حد يقترح كده يا ولاد؟ لا عشان ايه؟ ده هيعدي فين في الانترنال كبسول؟ في الجينو، صح؟ وده هيعدي في الانتيرو بارت بتاع السيرو ليمب، فاهمين الفكره؟ يبقى
ده يعدي قبل ده، يبقى ده كده لف مني حلو. وبعدين انزل في البونز، يعدي برضه في المثل البارت بتاع البونز اللي هو اسمه بيزيس بونز. وبعد كده ينزل في الترم، يمشي برضه على ايه؟ من خلال الترم. طب هو ليه لازم يوصل لحد المظلة؟ نفسي حد شاطر برضه يقول لي ليه ينزل لحد المظلة؟ برافو عليكي حاجة فيها النص فور كرينيال نيرفز اللي هم 9 و10 و11 و12، وانا محتاج لهم كورتيكو بلبر ولا لا؟ محتاج لهم، يبقى لازم ينزل لحد المظلة. هل هيكمل في السباينال كورد ولا حاجه؟ لا طبعا، ده اسمه كورتيكو بلبر، كورتيكو نيوكليير، هدفه انه يروح يدي كرينيال نيرف نيوكليير. وربنا سبحان الله بيمشي الكورتيكو سباينال لوحده والكورتيكو بلبر لوحده عشان لما العيان يحصل عنده مشكله في حته ما تضربش كل الفايبرز، فاهمين؟ طيب تعالى بقى كده ركز معايا حاجة مهمة جدا 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 كلينيكال، وهتفضل معاك لحد مش لحد ما تخلص الكلية، لحد ما تخلص الطب كله، ماشي؟ دلوقتي الفايبرز اللي جاية على الرايت سايد والفايبرز اللي جاية من على الليفت سايد، هل هتدي كل كرينيال نيرف على نفس الناحية بتاعها أو هتعمل كروسنج؟ لا، قال لك هتدي الكرينيال نيرف على الناحيتين. يعني إيه؟ يعني الفايبرز اللي جايه من الرايت موتور اليا 40 اللي اسمها كورتيكو بلبر من فيهم 6 و3 و2 تدي الاوكيلوموتور اليمين والشمال، وبتاع الاربعه الاربعه اليمين والشمال، وبتاع ال10 اليمين والشمال، فاهمين الفكره؟ يبقى طول ما انا ماشي التو الواحد ده يدي الناحيتين واللي الناحيه الثانيه يدي ناحيتين، واضح كده؟ تمام تمام. قال لك ما عدا مين يا ترى؟ اللور بارت بتاع رقم 7. ممكن حد يقول لي ليه راسمين 7 هنا في الفونز؟ ده من جرين وده فونز وده من دولار، ليه 7 هنا يا ترى؟ هو عشان 7 7 وتمام. برافو عليك الفيشن فايبرز الدكتور بيقول لنا اهو، بس ماشي. يبقى ده كده الفيشن فايبرز لفه هنا 7 و8 اسمه ايه؟ 5 و6 و7 و8 دول ريليتد للفونز. اللور بارت بتاع الفيشيال نيوكليس دي ما بتاخدش بايلاترال كورتيكو بلبر، امال ايه؟ بتاخد من الاوبوزيت سايد بس، تخيل؟ يعني نص النيوكليس رقم 7 بتاع الفيشيال دي بياخد من الاوبوزيت سايد بس، ما بياخدش من السنسور. ومين تاني؟ والهايبوجلوسال نيوكليس. النيوكليس بتاعت رقم 12 اللي رسمينها هنا دي المدلة، صح؟ تاخد برضه من الاوبوزيت سايد بس. أهمية الكلام ده إيه؟ ركز معايا. أهمية الكلام ده كلينيكال على العيان. دلوقتي لو أنا بتكلم على عيان عنده أبر موتور نيورون ليجن، يعني إيه كلمة أبر موتور نيورون ليجن دي؟ سمعتوا عنها في السيرجن ولا لأ؟ يعني إيه أبر موتور نيورون ليجن؟ يعني النرف اللي جاي من فوق اللي جاي من البرين الشل، وهو لسه نازل، خلاص؟ حصل فيه الشل، دي كلمه مجازيه، هو حصل فيه اي حاجه زي ما قلت لك، ربنا يعافينا مالتيبل سكليروزس، اي دي مايليتنج ديسيز، تيومر، اي حاجه، خلاص؟ بص بقى ده كده وش العيان، ماشي الكلام؟ وش العيان ده كأني مقسماه نص فوق ونص تحت، صح؟ النص اللي فوق بتاع العيان ده بياخد من انهي ناحيه؟ بياخد انرفيشن من انهي ناحيه؟ اللي هو النص الفوقاني من الفيشيال نيوكليس. النص الفوقاني من الفيشيال نيوكليس دي، هل بياخد من الفيشيال على نفس الناحيه ولا من تو سايدز؟ من الاثنين، عشان قايلها لك الكورتيكو بلبر ده كله جاي بيدي الناحيه دي والناحيه دي، ما عدا اللور بارت بتاع الفيشن نيوكليس. اللور بارت بتاع الفيشن نيوكليس اللي بيدي ايه؟ اللور بارت بتاع الفيس بتاع العيان، مش كده؟ يبقى انا عندي الحته اللي فوق في وش العيان دي بتاخد من الناحيتين، من السيم سايد ومن الاوبوزيت سايد. حلو قوي. طب افرض دلوقتي العيان حصل له ابر موتور نيورون ليجن، يعني النرف اللي الناحيه دي كده اتضرب، ماشي الكلام؟ هل نص وش العيان الفوقاني هيشل؟ لا لا مش هيشل. ليه؟ لانه واخد من الاوبوزيت سايد. يعني العيان تقول له اقفل
بيكون هذا العيان بالكده باللغه العاميه زرع العين. زرع العين دي مش جنتل بريشر، لا يقفل العين جامد كده او ارفع حواجبك، ماشي الكلام؟ هل العين يعرف يعمل الحاجات دي؟ يعرف يعملها. ليه يعرف يعملها؟ لان النص وشه الاولاني واخد من الاوبوزيت سايد، لان النقطة دي الفكرة؟ هتبقى اضعف شوية بس ستيل بيعرف يعملها، ماشي الكلام؟ طيب تعالى لي بقى حبايبي لنص وش العيان اللي تحت. نص وش العيان اللي تحت ده وانا ضربت له الابر موتور نيورونيشن، طبعا اللي على الاوبوزيت سايد، انا دايما بتكلم على الاوبوزيت سايد، ضربت له اللي على الاوبوزيت سايد، هل العيان نص وشه اللي تحت ده بقى واخد انيميشن؟ لا. يعني يكون العيان ابر لان كيرم في ماما. اقول له ايه؟ اقول له زي ما بقول لك ارفع حواجبك، يعرف يرفع حواجبك. اقول له او اقول له نكته واخليه يبتسم الاقي وشه اتعود على الحاجه الثانيه، فاهمين الفكره؟ يبقى نص وشه بارلايز، يعني الاكل بيقع من بقه ويعمل ايه زي ما بقول لك كده، يحصل له اكيوميليشن للفود ويقعد دريبنج يحمل السلايفه، السلايفه بتاعته الريق بتاعه اللي هو بقه ده يقعد ينزل. نص وشه بس التحتاني اللي مشلول، لو جالك عيان نص وشه التحتاني اللي مشلول والابر بارت ده سليم زي الفل، يبقى معنى كده ان العيان حصل له ابر موتور نيورون ليجن، ماشي؟ حاجه في البرين، العيان ده عنده حاجه في البرين في موتور اريا فور مينلي بتاعت انهي ناحيه؟ يعني هو السلايفه يعني بتقع من بقه الناحيه دي والاكل بيقعد يسند ايده كده الناحيه دي والكلام ده على الرايت سايد، انهي ناحيه فيها مشكله؟ الليفت سايد متزن. طب تعالى لي بقى العيان تاني خالص، عيان زي ما بقول لك كده كان راكب عربيته وفاتح الازاز جنبه وجاله اير دراك الفيشيال نيرف بعد ما نزل، يعني انا وصلت خلاص خلصت الكورتيكو بالبر، ماشي؟ بعد ما الفيشيال نيرف نزل كده ورايح للفيس اتضرب عنده الفيشيال نيرف ده، حصل حواليه سويلنج كده وجاب للعيان خلى نص وش العيان ما بيتحركش، ماشي؟ ساعتها في اللور موتور نيورون ليجن كل الفيس هيبقى نص الفيس، يعني قصدي ابر بارت واللور بارت هيبقى ما اتحركش، ليه؟ لان ده النص الثاني بعد ما عملنا سبلاي للناحيتين ونزلنا الفيش النرف اللي هو رايح على السيم سايد، واضح يا ولاد؟ يبقى الابر موتور نيورون ليجن نص وش العيان الاوبوزيت سايد طبعا في باراليزيس. اللور موتور نيورون ليجن نص الفيس كله، يعني ابر طرف واللور بارت في باراليزيس، ماشي الكلام؟ طيب تعالى نشوفها كده الناحيه دي، انا دلوقتي هروح اسبلاي مين؟ اسبلاي الناحيه دي، خلاص؟ الناحيه دي فيها مين؟ واخده من السيم سايد اللي هو انا الابر بارت وواخده من الاوبوزيت سايد، صح كده؟ طب واللور بارت بتاع الفيس بتاع العيان دي كده واخده سوري معلش بص رسمها دي كده نفس الناحيه المفروض تبقى الناحيه الثانيه ماشي؟ طيب يبقى احنا كده شفنا مين يا دكاتره؟ شفنا البيراميدال بلان لما حصل ليجن ابر موتور نيورون ليجن في مين؟ في الفيشيال نيرف حد بس يقول لي طيب ماشي بصوا بقى هناخد بعد كده الايه الليجنز دي هنأجلها بس شويه كده لحد ايه بعد البلاد سبلاي هناخد ايه يا ترى الفرق ما بين الابر موتور نيورون ليجن اللي انت بتقولي عليه ده واللور موتور نيورون ليجن سمعتوا عنه في الفسيولوجي او اي حاجه؟ ولا لا برضه؟ ماشي قلت لك الابر موتور نيورون ليجن ده يعني ايه؟ يعني اول نيرف عند العيان اللي خارج من البرين من الاريا فور والكلام ده كله لحد ما يوصل للكرينيال نيرف النيوكليوي ده كده اسمه ابر موتور نيورون بعد ما نزلت من الكرينيال نيرف النيوكليوي لتحت او من لحد السباينال كورد لتحت ده اسمه لور موتور نيورون تعالى نبص عليهم كده بص معايا لو انا قلت لك عندي نيرفين زي اللي انا هوريهم لك دلوقتي بص كده نرف ده مرسوم بالاخضر كورتيكو سباينال ده ولا كورتيكو بالبر؟ ممكن تقول لي؟ كورتيكو سباينال برافو واصل لحد
ده مين؟ كورتيكو سباينال ولا بلبر؟ ده كورتيكو بلبر. ليه؟ واصل لحد الكرينيال نيرف نيوكليوي في كل بقى الجريت ستيم برينو كونسول بضمه، وبعدين عمل ريليه وخرج نيرف تاني. الاخضر ده بيمثل لي ابر موتور نيورون ولا لور موتور نيورون؟ ابر. برافو عليكي. يبقى الاخضر ده لحد ما وصلت للنيوكليس اللي هو السي ان اس، وات ايفر بقى هي كرينيال نيرف نيوكليوي او هي سباينال كورد، اسمه ابر موتور نيورون. طب من اول ما بدات الكرينيال نيرف ده لحد ما خرجت بره كده، ده اسمه ابر موتور نيورون ولا لور موتور نيورون؟ لور. فهمتوا؟ يبقى الجزء اللي فوق ده اسمه ابر موتور نيورون وده اسمه لور موتور نيورون. انا دلوقتي جاي لعيان عنده مانيفستيشنز زي ما شفت كده، نص وشه مشلول او نص جسمه مشلول، عايز اعرف هل يا ترى العيان ده عنده ليجن ابر موتور نيورون ولا عنده ليجن لور موتور نيورون؟ هعرفها ازاي يا ترى؟ قال لك بالكشف على العيان. الكلام ده مهم قوي عندكم، مهم بالنسبه لكم وبالنسبه للسيرفس، ماشي؟ قال لك اول حاجه بعمل للعيان ريفلكسز. ايه هي الريفلكسز دي؟ شفت قبل كده الدكتور عامل كده رجل العيان وبيخبط كده على التندون بتاع الكوادريسبس، يقوم العضله تكونتراكت، ريفلكس كونتراكشن، تقوم رجل عندي دي قدام كده. ده نوع من انواع الريفلكسز، ماشي الكلام؟ في ريفلكسز ثانيه كتير قوي هناخدها ان شاء الله طول ما احنا ماشيين. قال لك العيان اللي عنده ابر موتور نيورون ليجن عنده هايبر ريفلكسيون، ماشي؟ انما العيان اللي عنده لور موتور نيورون ليجن هايبر ريفلكسيون، يعني لما اضغط له على التندون بتاع الكوادريسبس ده ورجله اتمطرت كده في وشي، ده ابر ولا لور؟ ابر موتور نيورون، ماشي الكلام؟ طب ولو خبطت له جاي كده ايه؟ زي ما بيقولوا عليها بريس ريسبونس، يعني حاجه بسيطه كده رجله اتحركت حركه بسيطه كده، ده ايه؟ ابر موتور نيورون ولا لور موتور نيورون؟ لور موتور نيورون، يعني النرف اللي تحت هو المضروب. ده دي خاصيه ريتيتف، وده لو شفتها مره واحده على العيان، احنا شفناها طبعا كتير قوي، لو شفتها مره واحده على العيان عمرك ما تنساها. هايبر ريفلكسيا وهايبر ريفلكسيا، تقدر تحدد العكه من ده. ايه تاني؟ ماشي مع الريفلكسز التون. يعني ايه؟ التون ده مش مع الريفلكسز التون، التون ده يعني ايه؟ انا كدكتور اتعاملت مع ملايين المرضى، صح؟